خلونا ناخد معانا أول رائدة ريفية بأسوان، السيدة مكة عبد الله، أول الرائدات الريفيات بأسوان. تفكرين مشروع الرائدات الريفيات ده كان من زمان جدا واختفى ثم ظهر تاني، الرائدات الريفيات. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا بيك. إزاي الصحة؟ ازيك انت عامل ايه؟ كل سنة وانت طيب. انا الحمد لله طيب وبالسلامة طول ما انا سامع صوتك حلو كده. رمضان كريم. يحب كل كريم. يا رب يا رب يا رب يجعلنا من الكرماء المكرمين. يا رب امين يا رب العالمين. قوليلي بقى احكي لي ايه حكاية التكريم بتاع النهاردة ده؟ ده الريس انا عملت فيلم. ها. الفيلم اسمه ابواب مكة. ابواب مكة. اسمه حلو. جاء عندي صوروني، جبت الشاهد بطاقة التقدير. والسيدات كانوا عاملين مشغل، السيدات كانوا بفصل لهم وبشرح لهم الخياطة ازاي، بعلم لهم على القلم وهم يقصوا، يعني حاجة حلوة خالص. حلوة منك. الله يخليك، أنا بسمعك أنا كل يوم. يا بختي. بسمعك في التلفزيون. يا بختي. أخذت لك فترة كنت قلت لك فين؟ كنت مأجز. لما المذيعة كانت جاي تعبان، كنت تعبان بس. ايوه شوية خفيفة كده، حاجة بسيطة. حاجة بسيطة. الحمد لله الحمد لله على كل حال. يسلمك ربنا ويخليك لينا. اللهم شاء فعل. الحمد لله. وبعدين الرئيس اتكلم وكرم وخلاص. طيب انا وين؟ الفيلم بتاعي فين؟ يا سعادة الرئيس قلت له. أيوة. انا جايبالك ثلاث امانات من اسوان. ايه هم؟ الامان الاول السيدات بيحبوك. حلو. الامان الثاني بيدعوا لك. الله. الامان الثاني يسلموا عليك عايزين يشوفوك. حلو. وقاعد يتحكميني وقلت له الفيلم بتاعي ما علقتش عليه. ليه يا سعاده الرئيس؟ قال لي قال في مكه؟ قال لي الحاجه مكه دي؟ قال له ايوه. قلت له انا عايز اجي عندك في القصر. معايا حكاوي وعايز احكيها. ومعاي مواضيع عايز انشرها. قال لي خلاص تعالي انا جاي لك. قال لي انا جاي لك. هو بيجعل انا عشان في الارض يعني هروح اطلع عنده فوق في على المسرح. أيوه. قلت له لا انا اللي حاجي لك. قال لي لا انا جاي لك، انا نزل لك جاي لك. وجا ورحت. عاد اول ما شفت اسعد لحظات في حياتي لما سلم علي الرئيس. ايوه اسعد يعني عمري كله ده ما كانش فيهم. انا حبتدي العمر من دلوقتي من النهارده لاني شفت الرئيس. طولت العمر ليكي. الله يخليك. انا بحبه اصلا بدافع عليه وهو اللي عينني في المجلس القومي للمراه. ايوه. طب قولي لي بقى يعني لما لما سلمتي على الرئيس كده ووقفتوا تتكلموا كنتوا بتتكلموا في ايه؟ اتكلمنا في ايه؟ ايوه لما سلمتوا على بعض وقف يكلمك وكان عمال بيبتسم وبيضحك وانت بقى أيوة عماله بتشاوري وبتتكلمي بحماس كده. عشان انا قلت له انا عايز اروح عندك في القصر ولما اجي عندك اوعى حد يتعرضني بقول ما تخشيش ما تدخليش. قلت له مش هيحصل كويس حتى الرئيس. الله. لو عملوا فيا كده وقعد يضحك. لا لا تيجي تشرفيني في اي وقت. وبقى يضحك يضحك وانا اضحك. وصراحة صراحة كأني أول مولود جديد. الله لما شفت وصام على صدر الرئيس ده خلي بالك. يا سلام على على صدورنا كلنا والله. والله العظيم أنا بحبه يوم الانتخابات بتاعته. وقلت له يوم الانتخاب بتاعك بنت أختي شافت الرؤية. قالت لي شفت يا خال مكة؟ أنا شفت رؤية للرئيس. الرئيس راكب حصان أبيض ولابس خلق أبيض والوشح أبيض. قلت له فسري لي. طيب قالت لي ده حنجح. يا رب يعني متأكد وان كان ما نجحتي هطلع يعني هزعل منك. قلت لا والله يا غالة. وبعدين عاد صح طلع الكلام بتاعها صح ونجح. وقلت له عاد بدا يضحك صح يا حاجة مكة. قلت له اي والله احنا شفنا لك الرؤية دي. الله اكبر. يعني ما حدش شاف لك رؤية. احنا شفنا الرؤية لابس ابيض وابيض على حصان راس. وقعد يضحك. قال لي حتى عندي. قلت له ايوه حاجة. وقعد يضحك يعني صراحة والله العظيم اول مرة يعني الرئيس ده يعني قبل كده فطرت عنده. يا بختك يا بختك يا بختك. من مده سنتين كده ثلاث سنين. وقال عايز الحاجه مكه تفطر معاي. قالت لي الدكتوره مايا رئيستنا. ايوه يا حاجه مكه انت فين؟ الرئيس عايزك تفطري معاه.
ابدا. طب دلوقتي بقى انا ليا واسطه، دلوقتي انا ليا واسطه بقى، واسطتي واسطتي بقى انا. اما هتيجي تروحي بقى تقابلي الرئيس بعد كده في الاتحاديه، هروح انا مكلمك اقول لك يا خاله مكه والنبي خديني معاكي. هتاخديني معاكي؟ والله لا اخدك. يا رب يخليكي من غير حلفان صادقه يا رب. والله هقول لك يلا تعالى معايا. خلاص بس هكلمك ازاي؟ لا هناخد التليفونات دلوقتي من بعضينا. التليفون بتاع. ايوه هناخد التليفونات من بعضينا. امال ايه؟ الله يخليك الله يبارك فيك ويزيدك علم ونور طول. يا رب وفتح قلبك بالايمان وفتح نظرك يديك يا رب يخليك يعني ليا. عمر على عمرك يا رب يخليك ليا. اهم حاجه دي يخليك لينا ربنا يا رب، ويطول في عمرك ويبارك في عمرك. آمين يا رب العالمين. كل الشكر للخالة مكة، الحاجة مكة عبد الله، أول رائدة ريفية بالأسوان، عضو المجلس القومي للمرأة. وخلاص بقى هتاخدني معاها.